اسمي تقى عبد اللطيف، مؤسس مشروع خطوة. جتني فكرة مشروع لما درست قسم الأطراف الصناعية بفترة كانت المدينة طالعة من حرب، وكثير ناس كانوا متضررين، فقدوا أطرافهم السفلية العلوية، أكو ناس تعرضت للتشوهات، وبعيدا عن الحرب أكو أيضا أطفال يجون عندني عندهم تشوهات ولادية أو أكو انحرافات بالعمود الفقري. فمن درست هذا الاختصاص بذيك الحقبة عرفت إيش قدر المدينة محتاجة لهالشكل، خدمات تتقدم من مدينة الموصل. فبعد من اشتغلت بهذا المجال سنتين وتعمقت أكثر وعرفت إيش قدر المدينة محتاجة إلى مشروع يقدم خدمات ما موجودة، والناس تضطر إنه تروح على محافظات مجاورة حتى تحصل الأطراف الصناعية أو المساند التقويمية. من هون ولدت فكرة مشروع خطوة، وبالذات لما عرفت إنه عدد ذوي الاحتياجات الخاصة هو كلش كبير، وإحنا مشروعنا نحاول نقدم الخدمة لأكبر عدد من الناس. بدينا المشروع بإمكانيات كلش بسيطة، بدينا بغرفة كلش صغيرة بداخل ورشة أخرى. كان ما عدنا رأس المال الكافي حتى نبدي المشروع، استأجرنا غرفة صغيرة داخل ورشة أخرى، بدينا نشتغل، بدينا نساعد الناس، بدينا بعشر أشخاص قدمنا لهم مساعدة. بدينا المشروع بشهر الواحد بسنة 2023. إحنا اليوم بعد سنة وتسعة أشهر بعد ما كنا اثنين بالمشروع، إحنا اليوم سبع أشخاص بالمشروع. بعد ما بدينا بعشر مستفيدين، إحنا اليوم خدمنا 350 شخص، قدمنا لهم المساعدة، ساعدناهم بتغيير حياتهم للأحسن، صنعنا لهم الأطراف الصناعية اللي تخليهم يعفون الكرسي والعكازات ويرجعون يمشون من جديد. كل شخص يفقد رجله يحس انه الحياة وقفت، انه بعد ما راح يتقي يكمل شغله ولا يتقي يكمل دراسته. فمن يجون علينا احنا نقلم انه احنا موجودين، وراح نصنع لكم طرف صناعي يخليكم تعفون العكازات وترجعون تكونوا مستقلين، تمشون من جديد، تعتمدون على نفسكم، وما راح تحسون بنقص. هدف مشروع خطوة انه يعمل فارق بحياة الناس. نسعى انه نوسع الخدمات حتى ما فقط بمدينة الموصل، الى كل المحافظات المجاورة. واحنا بالفعل عملنا هذا الشيء، عملنا تعاون بقضاء الشرقاط بصلاح الدين، نقدم الخدمات للاطفال اللي يحتاجون مساند تقويمية. رسالتي لكل الشباب اللي باعمارنا، إذا عندكم فكرة حاولوا تعملوها مشروع على أرض الحقيقة، ولا تنتظرون الظروف المناسبة حتى تبدون، لأنه أي فكرة صغيرة تبدأ بشغف كبير تتطور شوي شوي حتى تصير مشروع كبير، مثل اليوم مشروع خطوة. الحمد لله هو اليوم مركز مساحة ترضينا بعد ما كان غرفة صغيرة. مركز خطوة مركز متخصص بصناعة الأطراف الصناعية بجميع أنواعها، بالإضافة إلى المساند التقويمية الخاصة بتشوهات الأطراف السفلى، بالإضافة إلى صناعة المساند الخاصة بتشوهات العمود الفقري المعروفة بعالم بالسكوليوسيز كيفوسيز لوردوسيز. مركز خطوة من أهم مميزاته أنه أكو تأهيل قبل وبعد استخدام الطرف الصناعي أو المسند التقويمي، بالإضافة إلى صيانة مجانية بعد أخذ الجهاز واستخدامه.